نعم، هو هجوم آخر وهجوم جديد يستهدف العاصمة الأوكرانية كييف وعدد آخر من المدن الأوكرانية، هو الهجوم الثالث تحديداً على التوالي في الآونة الأخيرة. هذا الهجوم تمثل بعشرين طائرة من نوع شاهد 136 وشاهد 131. هذه الطائرات انطلقت من الاتجاه الجنوبي الشرقي ومن الاتجاه الشرقي الشمالي للبلاد، استهدفت بطبيعة الحال بتركيز كبير على العاصمة الأوكرانية كييف بحسب بيانات الإدارة العسكرية التي أطلعتنا عليها لهذا الصباح. استطاعت القوات الجوية الأوكرانية من التعامل مع جميع هذه الطائرات واستطاعت من تحييد جميع هذه الأهداف، لكن في خضم عملية التصدي لهذه الطائرات من قبل الدفاعات الأوكرانية في سماء العاصمة الأوكرانية كييف، كان هناك حطاماً لبعض هذه الطائرات التي سقطت على أربع أحياء في العاصمة الأوكرانية كييف بحسب عمدة مدينة كييف فيتالي كليشكو الذي أشار نتيجة لهذا السقوط. هناك بعض الأضرار سجلت في أربع أحياء وفي عدة مناطق في العاصمة الأوكرانية كييف، مما نتج عنها إصابة أربعة أشخاص من المواطنين الأوكرانيين، اثنين من هذه الإصابات نتيجة لوقوع هذا الحطام في حي دارنيتسكي وإصابتين أخرتين في حي بادولسكي بحسب فيتالي كليشكو عمدة المدينة. في ذات الحي كليشكو أيضا تحدث عن وقوع قتيل في هذا الموقع بسبب هذا الاستهداف، لكن الهجمات لم تقتصر فقط على الطائرات المسيرة، كانت هناك مشاركة أيضا بصاروخين من نوع كاليبر تم إطلاقهما من منطقة البحر الأسود، لكن أيضا أكدت الدفاعات الأرضية التي شاركت في عملية التصدي بالتصدي لهذين الصاروخين وإسقاطهما. هناك الحديث أيضا يدور عن صاروخ ثالث من نوع إسكندر إم باليستي أطلق من ذات الموقع، أيضا استهدف إحدى المناطق أو إحدى المدن في أوكرانيا، لكن وزارة الدفاع الأوكرانية لتاريخ هذه اللحظة لم تقدم بيانا واضحا بما يتعلق بمصير هذا الصاروخ، هل أتم استهدافه أو إسقاطه أم استطاع هذا الصاروخ من الوصول إلى هدفه المنشود. هذا بما يتعلق بالتطورات من ناحية الضربات الجوية. في الجبهة الشرقية أيضا تستمر العمليات القتالية بحسب بيانات وزارة الدفاع الأوكرانية، 35 هجوم تم التصدي لها من قبل القوات الأوكرانية في 24 ساعة الماضية في المحاور الأربعة المتمثلة في محور مدينة باخموت ومحور مدينة ليمان وأفديفكا وكوبيانسك.